قصة عجيبة جدا ذكرها لي أحد إخواني، كانت بتربطه بينه وبين فتاة حب شديد، دارت قصة الحب لمدة 6 سنوات. بعد ذلك حضر دروس ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالالتزام، وسبحان الله هذا الأخ يعني قرر أنه يترك هذه الفتاة لله سبحانه وتعالى. فقال لي سبحان الله، قلت لها هذا الأمر يغضب ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى الله سبحانه وتعالى، والآن كل واحد منا في طريق، رغم قوة الحب وقوة العاطفة اللي كانت تربط بين هذا الولد وهذه البنت، وبالفعل كل واحد منهم انطلق في طريق. نعم. بعد ذلك انتقل هذا الولد إلى مسكن آخر، وسبحان الله تدور الأيام تدور الأيام، التزم وأصبح محافظ للقرآن، بل ومن دعاء لدين الله سبحانه وتعالى. وكان بيقول لي أنا كنت بشعر دائما بألم شديد نتيجة بعد هذه الفتاة عني، سبحان الله. بيقول لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبي إن أنا أتزوج وغير ذلك، فكنت أرى من وقت لآخر امرأة فتاة منتقبة على دين وعلى خلق، مكانها في المكان اللي هو تنقل فيه جديد، البنت سمعتها مسمعة في المكان كله، بنت ما شاء الله على خلق على دين، هي اللي بتقوم على تحفيظ النساء في المسجد القرآن. فبيقول سبحان الله أرسلت أمي علشان تشوف هذه الفتاة، فما شاء الله أمي بهرت وعبرت عن سعادتها بهذه الفتاة، قالت أنا دخلت فشفت النور على وجه الفتاة. وبيقول سبحان الله أنا بالفعل ازددت تعلقا بها، وبالفعل بدأت أن أنا أخذ خطوة ناحية الزواج، حتى يمن الله سبحانه وتعالى علي بالحب اللي طالما فقدته قبل ذلك مع هذه الفتاة. ويقول وسبحان الله كانت صدمة قوية شديدة أن في اليوم اللي أنا دخلت فيه هذا البيت للرؤية الشرعية، ترفع الفتاة نقابها، ففوجئت البنت أن اللي تقدم هو الولد القديم ما شاء الله، وفوجئ الولد بأن البنت هي البنت القديمة. ترك الأمر لله فعوضه الله بما يريد، كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. سبحان الله، كلماته القليلة اللي قالها لها زمان دفعت البنت الالتزام، دفعت البنت لحب الله. فالبنت ختمت القرآن في 8 شهور حفظا ما شاء الله ودراسة وتجويدا، ودت تنطلق للدعوة. فرق الله سبحانه وتعالى بينهما، إلا أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما بعد ذلك. علشان كده بقول ما أسعد هذا البيت الآن، أخ ما شاء الله من الله سبحانه وتعالى عليه بالذرية، ويحيى حياة. أنا بسأله يا ترى أنت عايش دلوقتي إزاي؟ قال إذا حبيت أذكر كلمة واحدة تترجم عن الحياة التي أحياها مع زوجتي وحبيبتي فلا أستطيع إلا أن أقول، قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال والله أنا أحيى الآن حياة طيبة. والله لو لم نخرج من الحلقة إلى هذه القصة، فهي ما شاء الله قصة جميلة فعلا ومؤثرة للغاية. شيخنا الكريم، بعض الفتيات في الجامعة الآن حينما تأتي أحد أخواتي الملتزمات لتنصحها أن تمتعد عن هذا الشاب الذي تمشي معه، تقول أنني يعني أدرس أخلاقه وكذا، لأن إحنا ناويين على الخطوبة، أنا ما عنديش استعداد إني أتخطب وبعد الخطبة تحصل مشاكل فيسيبني تكون اتحسبت عليها خطبة. تقول إيه؟ أقول ابتداء ينبغي علي ابتداء إذا كنت عايز أتخير، يبقى التخير ده بما يحب الله ويرضاه، لأن الابتعاد عما يحبه الله ويرضاه سبيل دائما للفشل. ولا تظن أبدا أن الإنسان هيحصل على ما يحب بمعصية الله. ياريت نحفظ كلنا أخواننا الشباب والأخوات يحفظوا هذه الكلمة، قلب من أريد في يد من أعصي، قلب من أريد في يد من أعصي. لا يظن أبدا إنسان إن هو من الممكن أو يستطيع إن هو هيجعل هذا القلب في ألفة ومحبة ومودة وأنا بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول فرق كبير أخي الكريم عمر بين حب يجعله الشيطان بين الولد وبين البنت، وبين حب يجعله الله بين الزوج وبين زوجته. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ها مودة هي المحبة. من الذي جعلها؟ هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي عليها ابتداء، ينبغي عليها ابتداء إذا أرادت أن تختار، إذا أرادت أن تختار فلتختار بالطريقة الشرعية، فلتختار بالطريقة الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى ووضحها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما النهاردة تكون حجة لنا إن أنا أتعرف على هذا وأتعرف على هذا وأتعرف على هذا علشان بعد كده يكون اللي أنا عايزاه فعلا يتناسب معي. سبحان الله الشرع جعل لنا البدائل. نعم. البدائل عن الفترة اللي هي اللي كانت موجودة في الجاهلية قديما، اللي ربنا سبحانه قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني اللي أنت تختارها لابد تكون صاحبة خلق صاحبة دين لم يكن لها عشاق قبل ذلك. ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الفترة بفترة الخطبة إن إحنا نتدارس فيها، يتدارس فيها كل واحد منا حال الآخر، يتدارس فيها كل واحد منا حال الآخر. ومن أجل ذلك كان استحب يعني بعض العلماء ممكن فضلت شيخ ممكن له ضوابط
له ضوابط. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود، والودود كما قال أهل العلم لها معنيين، إما أن تكون ودود فعول بمعنى فاعل، أي امرأة العاطفة عندها قوية تحبك، أو تكون فعول بمعنى مفعول، أي امرأة تحب لما فيها من الصفات الخلقية والأخلاقية وغير ذلك. نعم. لما سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الحديث تزوج الودود الولود، قال الولود سهل نحن نعرفها، أسأل عن ولدتها أختها عمتها خالتها، ولكن كيف أعرف أن المرأة ودود؟ قال بالحديث معها. الحديث طبعا ده له ضوابط شرعية، طبعا ده بعد الموافقة على الخطبة، احنا وافقنا خلاص في وجود محرم، في وجود محرم. السؤال عما تحب المرأة أو عما يحب الرجل، عما تألفه المرأة أو تألفه الرجل أو يألفه الرجل، ده كله بيجعل هذه المحبة وهذه المودة تزداد. بل انظر أخي الحبيب عمر، الخطبة أمر الله فيها بشيء كان محرما قبلها، أن تعرف أن النظر للبنات حرام. نعم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم. صحيح. إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح النظر في فترة الخطبة. ليه؟ من أجل الحب، من أجل الحب. لما جاء المغيرة بن شعبة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد خطب امرأة، قال انظر هل نظرت إليها؟ قال لا يا رسول الله. قال ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكم، يكون بينكم وفاق، يكون بينكم محبة، يكون بينكم مودة، اللي احنا عايزينها تكون أصل في بيوتنا داخل البيت. أما البحث عنها خارج البيت ده دايما بتكون النتيجة بتاعته فشل، فشل ذريع زي ما ذكرت لك الآن. طيب يا شيخنا الكريم، لو يعني خلينا نكون واقعيين زاد عن اللزوم، ممكن احنا اتكلمنا في هذا الكلام واحنا جايين في